صباح الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من زي الشمس، حلقه يوم الخميس 23 مايو 2013. طبعا لو حضراتكم بتتفرجوا علينا دلوقتي فانتم اكيد من المحظوظين اللي عندكم كهرباء، ودول قله في جمهوريه مصر العربيه. في الثلاث اربع ايام اللي فاتوا رغم متابعتنا لازمه الجنود اللي تم اطلاق سراحهم، ولكن جمهوريه مصر العربيه تحولت الى الجمهوريه الضلمه. النشطاء على تويتر بيقولوا ان الكهرباء بتتقطع في القاهرة وفي اسكندرية مرتين ثلاثة، وفي بعض الاماكن خمس مرات في اليوم الواحد. الانقطاع بيكون ساعة او ساعتين، ولكن اهلنا في محافظات الصعيد بيقولوا ان الانقطاع اكبر من كده بكتير، وان عندهم 8 ساعات في اليوم. في محافظة المنيا على سبيل المثال امبارح الكهرباء بتتقطع. ويا ترى بتتقطع امتى؟ هل بتتقطع وهم نايمين بالليل لما الجو يطري؟ لا، الكهرباء عندهم بتتقطع في عز الظهر من الساعة 12 للساعة 7 أو للساعة 8. الموضوع ده ممكن يكون مأثر على ناس كتير، ولكن انتوا عارفين البني آدم المصري دايما بيتعايش، والناس كلها ابتدت تنزل تشتري شمع وتحط الشمع في بيوتها، ولكن حتى الشمع غلي. زمايلنا هنا في الاستوديو بيقولوا لي ان كيس الشمع اللي ب 2 جنيه بقى ب 3 جنيه، زاد جنيه واحد في الكيس، يعني زاد 50%. وفي بعض المناطق الأكثر رفاهية ورخاء في مصر كيس الشمع الصغير بقى بخمسة جنيه، وياريته بيولع. ده شمع صيني أول ما بتولعه يا إما بيسيح على طول يا إما الفتيل بتاعه ما بيفضلش والع لفترة طويلة. المهم إن الناس في مصر ما عجبهاش الحال في اليومين ثلاثة اللي فاتوا، وطلعوا باحتجاجات. طلعوا قطعوا الطريق مصر اسكندرية الزراعي في الغربية، تظاهروا قدام محطات الكهرباء في بلطيم، وقطعوا الطريق الرئيسي في المحلة، ولكن برضو فضلوا يولعوا شمع. المشكلة في الناس اللي الكهرباء أو انقطاع الكهرباء ابتدى يأثر على مستقبلها. في مجموعة من المصريين اليومين دول بيجتهدوا علشان يحققوا مستقبل أفضل لنفسهم، وهم طبعا الطلبة. احنا كنا بنتكلم في الايام اللي فاتت عن ان طلبة الابتدائية وطلبة الاعدادية وطلبة المراحل الثانوية غير الثانوية العامة بيذاكروا بالفعل اليومين دول. الناس احتارت تذاكر ازاي، في ناس نزلت تذاكر في الشارع، في ناس حطت شمعة، في ناس بقوا ياخدوا كتبهم ويذاكروا على ضوء المصابيح بتاعت انارة الطوارئ. ولكن طبعا احنا لازم ناخد هذا الموضوع بسخرية. الطلبة خدوه بسخرية وعملوا بانر صغير لوزير الكهرباء وقالوا له خلاص يا سيادة الوزير اللي ذاكر ذاكر، مش مهم الامتحانات السنة دي. حتى التلفزيونات حتى الإعلام لم يسلم من انقطاع التيار الكهربائي. امبارح الأربع وفي وسط البلد بيكون تسجيل حلقة باسم يوسف اللي بتعرض يوم الجمعة من كل أسبوع. فريق عمل باسم يوسف الكهرباء قطعت عليهم امبارح قبل بدء تسجيل الحلقة بنص ساعة، وزي ما حضراتكم شايفين الستاف بتاع باسم يوسف ستاف برنامج البرنامج بيجتهدوا ان هم يخلصوا السكريبت على ضوء الشموع وعلى ضوء كشافات الموبايلات. الى متى ستستمر هذه الازمة؟ الحكومة امبارح اجتمعت قالت ان هي هتستورد بترول 30 الف برميل بترول من ليبيا كل يوم لمدة سنة، وهتزود كمان الغاز المخصص الى محطات الكهرباء. بس السؤال هو الحكومة ما كانتش عارفة ان الاستهلاك بيزيد في الصيف؟ الحكومة ما كانتش عارفة ان في طلبة عندهم امتحان؟ هل الحكومة نسيت على سبيل المثال ان في تكييفات ومراوح بتشتغل في الايام الحر فحضرت نفسها وجابت البترول ده وزودت استهلاك الغاز للمحطات قبل ما الازمة تحصل؟ ده سؤالنا لحضراتكم النهاردة. شاركونا على موقع فيسبوك على صفحة زي الشمس وقولوا لنا ايه رأي حضراتكم في تكرار ازمة انقطاع الكهرباء بالمحافظات؟ هل تعكس إخفاق الحكومة في إيجاد بدائل للطاقة؟ هل التنفيذ بتاع الحكومة يعني تنفيذ الخطة خطة الطاقة للحكومة بتنفذ بشكل خاطئ؟ أم إن العبء على المستهلك، الغلط علينا إحنا وإحنا اللي المفروض نرشد استهلاكنا للكهرباء؟ صحيح إحنا بقى عندنا تكييفات، أيوة الناس بقى بتشتري مراوح، ولكن يا جماعة الجو حر، هنلبس كلنا قطن ونتلم في اوضه واحده ولا هنقدر نشغل التكييفات والمراوح اللي صرفناها بفلوسنا جبناها بفلوسنا ودفعنا عليها ضريبه للدوله ودفعنا تركيب عدادات للدوله علشان الدوله في الاخر تدينا كهرباء؟ شاركونا كمان من خلال خدمه الرسائل القصيره، سيبوا اسمكم في الرساله وقولوا لنا على رقم 92237 ايه رايكم في ازمه انقطاع التيار الكهربائي؟ هل هي غلطه الدوله؟ هل الدولة المفروض تحط خطة بديلة لتوفير الطاقة للمواطنين، ولا هي أزمة المواطن وإسرافنا في استهلاكنا للكهرباء؟
ده هيكون احد مواضيعنا النهارده، هنقف معاه في جوله الصحافه، جوله الصحافه والاخبار حط عناوين كتير في تحت عنوان مجازي وهو الجمهوريه الضلمه. النهارده كمان هنقف مع موضوعين مهمين للغايه. الموضوع الاول هو فيلم جديد، هو فيلم عشم. فيلم عشم بيتكلم عن الناس اللي عايشه مع بعض ولكنها مش حاسه ببعض. كمان هنتكلم على موضوع التأمينات والمعاشات في ظل مناقشة قانون جديد في مجلس الشورى بيزود ضريبة الدخل على المواطنين. هل سيتمكن المواطن من الإحساس بالعلاوة الاجتماعية اللي الرئيس قررها؟ هل سيتمكن بالإحساس بالمعاش الضمان الاجتماعي اللي زاد 100 جنيه ولا لا؟ دي موضوعنا في زي الشمس. هنخرج لفاصل قصير وبعدين نرجع نقرأ مع حضراتكم الجرايد المصرية اللي صادرة النهاردة. سياسية وثورية ينظمون مؤتمرا جماهيريا بحزب غد الثورة مساء اليوم للاحتفال بتحرير الجنود المصريين المختطفين في سيناء. مصدر أمني بوزارة الداخلية ينفي ما تردد عن الإفراج عن 18 جهاديا مقابل تحرير الجنود السبعة بسيناء. البابا طوادروس الثاني يسافر إلى النمسا في ثاني زيارة خارجية له، يستقبل خلالها أبناء الجالية المصرية مسلمين وأقباط. الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير تعقد مؤتمرا بالإسكندرية لتدشين المقر الرئيسي لحملة تمرد بالإسكندرية اليوم، وقوى سياسية تتظاهر بالمحافظة تضامنا مع الناشط أحمد دوما. وزيرا الإسكان والتنمية المحلية يعقدان مؤتمرا صحفيا ببورسعيد لشرح تفاصيل مشروع محور تنمية قناة السويس. الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي تعقد مؤتمرا صحفيا للاحتفال بتوزيع 20 عقدا منحة من صندوق العلوم والتكنولوجيا لمراكز التمييز العلمي بمشاركة الدكتور مجدي يعقوب ورؤساء الجامعات المصرية. اللجنة التشريعية بمجلس الشورى تعقد جلسة استماع حول شكاوى فساد التعيينات في مجلس الدولة. وزير البترول المهندس شريف الدارة يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن خطته في إدارة منظومة وزارة البترول. تشييع جثمان الفنان شعبان حسين من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر اليوم. إجراء القرعة العلنية للمتقدمين للحج هذا العام بمحافظة القاهرة اليوم في أكاديمية الشرطة. مشاهدينا، عناوين الأخبار في الصحف المصرية اللي صدر النهاردة تصدرتها كلها بلا استثناء عودة الجنود. الجنود اللي كانوا اختطفوا من أسبوع يوم الخميس اللي فات وتم إطلاق سراحهم امبارح، واستقبلهم الرئيس مرسي ووزير الدفاع ورئيس الوزراء ووزير الداخلية. صورهم مع المسؤولين الحكوميين وصورهم وروايات مختلفة عن إطلاق سراحهم هي اللي تصدرتها عناوين الصحف. ولكن قبل ما أقرأ لحضراتكم المنشطات الرئيسية في صحف مختارة، عايز أنوه عن حاجة مهمة جدا في هذه القصة أو في هذه التغطية الإعلامية. إن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة امبارح في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية لم يفصحوا عن أي تفاصيل عن عملية تحرير الجنود المختطفين. ما قالوش إيه اللي حصل، ما قالوش المكان اللي الجنود كانوا مختطفين فيه،
ما قالوش أسماء الخاطفين، ما قالوش بينتموا إلى أي جماعات جهادية، ما كانش فيه أي تفاصيل عن هل حصل تفاوض أم لم يحصل تفاوض. ولكن رئاسة الجمهورية في لقائها مع الإعلاميين قبل عملية إطلاق سراح الجنود قالت مفيش تفاوض ومش هيحصل تفاوض. الصحف النهاردة ما صدقتش الكلام ده، وده المميز في التغطية. يعني إيه ما صدقتش الكلام ده؟ يعني كلها اتكلمت عن عمليات تفاوض، كل جورنان اعتمد على مصدر عسكري احنا ما نعرفوش وقال لها تفاصيل عملية إطلاق الجنود، وبالتالي القصص اللي موجودة أو الروايات الصحفية اللي موجودة في الجرايد كل رواية لها تفاصيل مختلفة عن التانية. مين صح ومين غلط ما نعرفش، ما نعرفش ليه؟ لأن الرئاسة والقوات المسلحة ما قالت لناش، ما صرحوش. ولكن الحاجة الوحيدة اللي هم صرحوا بيها هي إن الخاطفين سيعاقبوا لأن هم مجرمين، والرئيس أكد وكرر كذا مرة إن رئاسة الجمهورية والدولة بصفة عامة ستستمر في عملية تطهير سيناء. من هنا ممكن نفهم إن العملية مستمرة وإن ستكون هناك ملاحقة للخاطفين، ولكن إحنا ما عندناش أي تفاصيل أخرى. الجرايد ليها وجهة نظر تانية. النهاردة على سبيل المثال الشروق في صفحتها الأولى بتقول نهاية سعيدة وغامضة، إطلاق سراح الجنود المخطوفين في سيناء، الرئيس والقائد العام يستقبلاهما بمطار الماضة، وتضارب الروايات حول سيناريو إنهاء الأزمة، مع صور في الصفحة الأولى للشروق لأحد الجنود اللي تم إطلاق سراحهم وللرئيس محمد مرسي ما بين هشام أنديل وما بين وزير الدفاع، وعلى يمين الرئيس محمد مرسي عدد من الجنود اللي تم إطلاق سراحهم. المصري اليوم ليها وجهة نظر أخرى، اعتمدت على مصدر عسكري لم تصرح باسمه ووصفت الأسرار الأخيرة في عملية أو الساعات الأخيرة في عملية تحرير الجنود. المصري اليوم بتقول أسرار الساعات الأخيرة قبل تحرير الجنود، شريط الفيديو حدد مكان الاحتجاز والخاطفون تركوا الرهائن بعد مكالمة تليفونية خوفا من ملاحقة الجيش. المتحدث العسكري بيقول إن العملية في سيناء مستمرة، تحرير الجنود تم بالتعاون بين المخابرات الحربية وشيوخ القبائل، أما الرئاسة فبتقول لا تنازلات لا صفقات مع الخاطفين، ومصادر أمنية بتصرح بأن المفاوضون رفضوا تقديم أي وعود. النهاردة حتى الجرائد القومية واخدة مثل هذه العناوين، وهنشوفه بعد دقائق معدودة في تقريرنا اللي بنروح نصوره من صالة التحرير النهاردة، الأهرام والأخبار. الأخبار ليها وجهة نظر برضو بالاعتماد على مصدر عسكري غير معلوم الهوية في أسرار اللحظات الأخيرة. التحرير في صفحتها الأولى بتقول حمد الله على السلامة، ولكن من خطف الجنود وأين الخاطفون؟ الإرهابيون أفرجوا عن الجنود وتركوهم في الصحراء وعادوا إلى أول نقطة عسكرية بسيارة أجرة. طائرة الجنود وصلت إلى الماضة قبل مرسي بست ساعات وأنزلوهم منها ثم أعادوهم مرة أخرى ليبدو مرسي في انتظاره. التحرير حط أسئلة كتيرة كلنا بنسأل هذه الأسئلة، ولكن حتى الآن هذه الأسئلة دون إجابات. السبب زي ما دكتور أيمن علي قال في لقائه مع الإعلامي خيري رمضان امبارح هنا في سي بي سي، قال إن العملية مستمرة وبالتالي ليس هناك ما يمكن التصريح به في أعمال المخابرات. التحرير بتقول كيف تم اختطاف الجنود؟ ما الجهة التي اختطفتهم؟ من الذي تفاوض مع الإرهابيين؟ ما مقابل الإفراج؟ ولماذا تخلوا عن مطالبهم فجأة؟ وما دور حماس في العملية؟ أما اليوم السابع ففي صفحتها الأولى بتقول عاد المخطوفون وفي انتظار ضبط الخاطفين، الرئيس يستقبل الجنود. واليوم السابع حط عدد من الصور في صفحتها الأولى لاستقبال الرئيس دكتور محمد مرسي للجنود في قاعدة الماضة العسكرية الجوية امبارح. التحرير والوفد كمان بينشروا تفاصيل عن الألغام في سيناء. الوفد في صفحتها التامنة بتنفرد بتفاصيل زرع الألغام الجهادية في رفح، محرر الوفد أمام أشلاء مواطن فجروا لغم سيناوي، يشير إلى موقع اللغم والجثة. صور مؤذية وإحنا بنعتذر لحضراتكم عن الصور الصعبة دي الصبح. أما عن مسلسل قطع الكهرباء المستمر بقاله عدة أيام، فزي ما فرجنا حضراتكم في المقدمة البلد كلها عايشة على الشموع، الطلبة سابوا بيوتهم وأوضهم ونزلوا يذاكروا تحت عواميد النور في الشارع، وكأننا ارتددنا مرة واحدة
إلى أربعينات القرن العشرين، مش عايشين في سنة 2013. التحرير بتقول إن وقعت شهيدة بسبب انقطاع الكهرباء. العنوان بيقول أول شهيدة للكهرباء في دولة مرسي وإخوانه، وفاة سيدة إسكندرانية داخل العناية المركزة بسبب انقطاع التيار وغياب فني المولدات بالمستشفى. واضح ان المولد كان المفروض يشتغل، كان في عطل في المولد او لم يستطع المولد ان هو يشتغل اوتوماتيكيا والفني ما كانش موجود. وللاسف الشديد توفيت هذه السيدة. الشروق في صفحتها الاولى بتتكلم عن الغضب الشديد اللي موجود عند المواطنين من الانقطاع المتكرر في الكهرباء. تقول الكهرباء تقطع الطرق وتفجر الغضب في المحافظات. مصدر بيقول إن العجز في قدرات التوليد تخطى 20% ومرشح للارتفاع والاستمرار. اليوم السابع برضو بتتكلم على المظاهرات المواطنين قاموا بها في عدد من المحافظات اعتراضا منهم على انقطاع التيار الكهربائي. صفحتها الأولى بتقول احتجاجات بالمحافظات ضد حكومة الظلام. اليوم السابع وصفت الحكومة بالظلام وبتقول قطع السكة الحديد في البحيرة، الطرق في أسيوط، تعطل الامتحانات في الغربية. القاهرة بتسجل عجز كبير في الكهرباء وصل ل 2700 ميجا وات. أما منزل دكتور هشام أنديل اللي موجود في القاهرة وقصور الرئاسة، فقصور الرئاسة منورة. عن حملة تمرد، وهي الحملة اللي ابتدت من تقريبا أسبوعين أو أكثر بقليل من مجموعة من الشباب بينتموا لحركات سياسية وثورية. الشباب دول عايزين يلموا توقيعات تصل إلى 15 مليون توقيع بهدف سحب الثقة من الرئيس مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. نشرت الوفد في صفحتها الخامسة وبتقول من قالوا لا في وجه من قالوا نعم، وحركة تمرد تواجه حركة تجرد. الوفد بتقول إن تمرد تسير نحو 5 ملايين توقيع، أما حملة التجرد والتي أعلنت عنها عدد من التيارات الإسلامية السياسية فهي محلك سر. خبر أخير خاص بالترشح للبرلمان. كنا شفنا من شهور قليلة نقاش حامي الوطيس في مجلس الشورى، عدد من النواب بيطلبوا أن النائب اللي هترشح للبرلمان ممكن يكون ما أداش الخدمة العسكرية أو تهرب من أداء الخدمة العسكرية ولكن قام بعملية تصالح وتم رد الاعتبار لي. القوات المسلحة في ذلك الوقت اعترضت وصدر قانون أو صدر مشروع القانون من مجلس الشورى بأنه يجب أداء الخدمة العسكرية. روزا اليوسف بتقول أن هناك حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بيؤكد على أن أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بشكل قانوني وعادي وطبيعي هو أحد شروط الترشح للبرلمان. أخبار أخرى متنوعة كانت موجودة في الصحف الأولى للجرائد القومية، الأخبار والأهرام. كاميرا زي الشمس راحت إلى صالة تحرير جريدتي الأخبار والأهرام وخدت العناوين الرئيسية. الأهرام النهاردة يعني بيحتفل مع كل المصريين بعودة الجنود المختطفين 7 من سيناء، هو عودة الجنود بلا إراقة دماء ولا صفقات. هو ده العنوان اللي الأهرام مهتم بيه النهاردة. المملكة العربية السعودية أخذت قرار تخفيض أعداد المؤتمرين من كل دول العالم. الحقيقة دي بتشكل أزمة للشركات السياحة اللي تعاقدت بالفعل مع المعتمرين في رمضان ومضطرة إن هي ترجع الفلوس للمعتمرين، وده أمر صعب عليها طبعا. فييرا بيقرر الرحيل عن القلعة البيضاء وقال إنه يعني الأهلي لم يفاوضه لكنه مضطر إنه يترك نادي الزمالك لأسباب طبعا الخلافات سواء المالية أو المتعلقة بمستحقات اللاعبين. الأخبار منشتاتها اليوم بالقطر، يمكن هي أيضا منشتات معظم الصحف الصادرة صباح اليوم، تغطية شاملة في 12 صفحة كاملة لأحداث تحرير الجنود 7 المختطفين في سيناء، صفحتين متكاملتين لأسرار عملية تحرير الجنود المختطفين، حوار خاص للأخبار مع بائع الخضروات الذي كان أول من التقى بالجنود 7
في بئر لكفن بعد أن تركهم المختطفين وهربوا. من أطرف الأخبار أيضا أن رئيس المحكمة التي تحاكم مبارك والعدل في قضية القرن بيشكو أنه في بلدته بمحافظة السويس التيار الكهربائي بينقطع 22 ساعة يوميا، وأنه لم يتمكن حتى الآن من قراءة أي ورقة في القضية بسبب تكرار انقطاع التيار الكهربائي. أيضا هناك تغطية لأزمة السلطة القضائية، حيث يبدأ مجلس الشورى السبت القادم مناقشة القانون. نواب التيار المدني جميعا اتفقوا على رفض مناقشة الشورى للقانون، وأنه بهذا يخلق أزمة مع السلطة القضائية لا لزوم لها على الإطلاق. محكمة القضاء الإداري أيضا أصدرت حكم في غاية الأهمية بأن سلطة مجلس الشورى في التشريع هي سلطة مقيدة في الأساس. وزميلنا الأستاذ مصطفى حسين بيواصل إتحافنا وإتحاف قراء الأخبار بالكاريكاتير المتميز، بيرسم عقرب يتحرك في سيناء، يعني بعد تطهير سيناء لم ينتهي الحدث، ما زال هناك المئات من الإرهابيين في كل أرجاء سيناء، وعلى الجيش أن يواصل حملاته حتى القضاء على الإرهاب في سيناء. كاريكاتير رائع للعبقري مصطفى حسين وهو يرسم عقرب مكتوب عليه الإرهاب ويتحرك في سيناء. هل تتمكن الدولة المصرية من القضاء على العقارب اللي موجودين في سيناء؟ هنتابع الأيام هتقول لنا كلنا مع بعض. النهاردة احنا ومصر كلها بتحتفل بذكرى رحيل الفنان الرائع إسماعيل ياسين. الصحافة غاب عنها هذا الخبر، ولكن تميزت بيه كالعادة جريدة روزا اليوسف اللي دايما بيبقى عندها تغطية متميزة للأحداث الفنية. روزا اليوسف في صفحتها 11 بتقول في الذكرى 41 لرحيل إسماعيل ياسين، أشرف عبد الباقي بيقول إن سخريته من عبد الناصر جعلته من المغضوب عليهم، ولكن ذكاؤه الفني خلاه سر عبقريته. وأشرف عبد الباقي طبعا هو من أدى دور إسماعيل ياسين في أحد المسلسلات اللي أرخت لتاريخ العبقري الكوميدي الراحل. أحمد الإبياري بيقول إن التلفزيون المصري قضى على تراثه الفني. أما الأستاذ محمود عاجب فبيقول مسلسل أبو ضحكة جنان ظلمه إنتاجيا وتمثيليا. مجدة خير الله بتقول رغم تفرده لم يستطع مواكبة الموجة الجديدة في الكوميديا اللي كانت سائرة أو منتشرة في أواخر عمره. وخرشد الفنان العظيم خرشد بيقول إن هو تعذب كثيرا والفن كرم. الاقيني بقيت على كتفي سفين وصبحت لوا وصبحت لوا وعطية وزيزو ولسطى حسين ياخدولي قوام طعفم واتنين اكمني لوا اكمني لوا كنت اعمل ايه تعرفوا على طول لا مش عارفين لا مش عارفين وتحبوا اقول وتحبوا اقول طيب ما تقول هتخاف من مين اللي هفكر فيها مواعيد صحيانا من النوم باللحظة ولحظة اخليها تتغير من اول يوم تبقى الساعة 7 لا لا طب مثلا 9 نو نو يصحى الظهر الساعة 2 اما برافو خد شرطين اه يا سلام لو اغمض عين وافتح عين الاقيني لوا الاقيني لوا يا الحفلات علشان الترفيه ضرورية افتح لها دغر اعتمادات وبأمر كل الصبحية رقص وتفريح يبسطنا صحيح كل يومين لا 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 أسبوع. النهاردة احنا بنتكلم عن الاخبار اللي متصدرة صحافة القاهرة. طبعا عدينا ولكن سريعا على اخبار انقطاع التيار الكهربائي اللي موجود في كل حتة في مصر.
امبارح كان موجود في عدد من الاستوديوهات اللي بتصور برامجها، وبنتمنى ربنا يعدي الحلقه على خير من غير ما الكهرباء تتقطع ولا حاجه. مشاركات حضراتكم تهمنا جدا، ابعتوا لنا بازاي انتوا بتتصرفوا مع انقطاع التيار الكهربائي، ابعتوا لنا على 92237. هل لجأتم الى ان انتوا تشتروا شمع؟ الشمع غلي ولا لا؟ هل صحيح اللي الزملاء بيقولوا لنا ان الشمع غلي ما بين 50% وما بين 100%؟ بعض الناس اشتروا مولدات ولكن وحسرتاه، مفيش سولر في محطات البنزين. السبب اللي بيخلي الكهرباء تقطع ان الحكومة مش قادرة تجيب وقود تحطه في محطات البنزين، وهي كمان مش قادرة تجيب وقود وتحطه في محطات السولر عشان العربيات النقل تشتغل. وبالتالي في اليومين اللي فاتوا دول ابتدت تاني ترجع ظاهرة توابير النقل على الطرق السريعة وعلى اي محطة بنزين او محطة تموين وقود موجودة. مشاركات حضراتكم بعضها وصل لنا بالفعل من خلال الرسائل القصيرة. أحد هذه الرسائل الأستاذة نيلي بتقول إن بدأت العيادات الطبية الخاصة إن هي تشتري مولدات كهربائية علشان تعوض انقطاع التيار الكهربائي. ربنا يساعدهم، يعني هو المولد مش رخيص، المولد سعره من 2000 ل 5000 جنيه، ده الصغير اللي بيشغل شقة صغيرة، ولكن مفيش حاجة نحطها في المولد، مفيش سولر نحطه في المولد علشان نقدر نشغله. أستاذ كاريكا بيقول نحن شمعة، المصريين شمعة تحترق من أجل الإخوان. أستاذ سعيد من الزقازيق بيقول زمن الإخوان ظلام، وبيكمل في بعض الأوصاف اللي مش هنقدر نقولها لحضراتكم. الحاجة سميحة بتقول ما تقولش إن إحنا نرشد، قول بتدعي، يعني بتدعي على وزير الكهرباء من الآخر في الرسالة، بس بتدعي بقوة وبعزم. أحد المشاهدين بيقول إن الرئيس مرسي دمر البنية التحتية في مصر، وأستاذة نيلي بتقول إن المشكلة في المستهلك، بتطلب في رسالة بعتتها لنا إن إحنا نوقف بيع، مش إحنا الدولة يعني، توقف بيع إفران الكهرباء والميكروويفات والقلايات اللي بالكهرباء، لأن هي شايفة ناس كتيرة بتصرف في استخدام الكهرباء حتى بيحطوا مراوح في البلكونات. دي وجهة نظر المشاهدة الأستاذة نيلي، هل أنتم موافقين على وجهة النظر دي ولا ضدها؟ شايفين أن الحكومة بتتصرف صح ولا الحكومة بتتصرف غلط؟ هل العيب في المستهلك ولا العيب مش في المستهلك؟ مستنيين مشاركات حضراتكم سواء من خدمة الرسائل القصيرة أو على صفحتنا، صفحة برنامج زي الشمس على موقع فيسبوك. من أخبارنا السياسية والاقتصادية وأخبار انقطاع الكهرباء نروح لأخبارنا الرياضية. امبارح عدد من اللاعبين قرر ان هو ينهي مسيرته مع النادي الاهلي. الشروق النهارده بتقول ان حسام غالي رفض التجديد، وكمان محمد بركات اعلن ان الموسم اللي احنا فيه ده هو اخر موسم ليه في كرة القدم. تفاصيل اكتر مع التقرير الرياضي التالي. طارق العشري المدير الفني لنادي ام بي قرر الدخول في معسكر مغلق يضم 20 لاعبا استعدادا لملاقاه الاهلي غدا الجمعه ضمن منافسات الدوري العام. طارق سليمان مدرب حراس مرمى الاهلي يعتبر ان شريف اكرامي حارس الاهلي الاحق بالمشاركه اساسيا مع منتخب مصر امام زيمبابوي وموزمبيق ضمن التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم. حمد أنوار المدير الإداري بفريق الزمالك قال إن محمد إبراهيم لاعب الفريق سيتخلف عن السفر للكويت لخوض مباراة ودية أمام خيطان يوم الجمعة بسبب الامتحانات، بينما تأكد سفر أحمد حسن وسيسي بعد تأكد لحاقهما باللقاء رغم الإصابة. حاصرت مجموعة من ألتراس وايت نايتس التابعة للنادي الزمالك مبنى نيابة العجوزة أمس، وذلك عقب إلقاء القبض على أحمد شبرا أحد قادة الجروب بتهمة سب وتهديد وزير الرياضة. العمري فاروق وزير الرياضة يطلب من مديرية أمن الجيزة إرسال عدد من قوات الأمن المركزي لتأمين وزارة الرياضة وحماية العاملين بعد أنباء عن محاصرة ألتراس وايت نايتس للوزارة. ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة قال إن النيابة أصدرت قرارا بضبط وإحضار 37 شخصا من مرتكبي حريق الجبلاية يوم 9 مارس الماضي. فاز الجنة على حرس الحدود بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جرت بينهما أمس ضمن فعاليات الأسبوع 16 للدوري، ليرتفع رصيد الجنة إلى 14 نقطة في المركز السادس بالمجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد الحدود عند 16 نقطة. الإسماعيلي يطمئن على حالة لاعبه محمود حمد الصحية بعد تعرضه لحادث اعتداء من بعض الخارجين عن القانون أثناء ذهابه لمران الفريق بغرض السرقة، والأطباء يطالبون وضعه تحت الملاحظة 48 ساعة بالمستشفى.
الحمد لله على سلامة جنودنا. أعتقد أنه قد آن الأوان لتخصيص وزير مفوض مختص بملف سيناء. الشعب يريد رؤية الخاطفين وعقابهم، لأن الخاطف مش زي المخطوف، الخاطف إرهابي مجرم يلي مش عارف الفرق. مرسي بيظبط الجيش والداخلية وبيلعب مع القضاء ومشتعب الأمريكان وبينزل غطان قمح، بس احنا برضو هنجمع توقعات ونسقطه. سيناء ومدن القناة خريطة جغرافية وسكانية واجتماعية وإنسانية وتاريخية، أنا أوان قراءتها وإدارتها بما تستحقه من فهم عميق وتعامل دقيق وخطة واضحة. شكرا للرئيس مرسي ولكل من عاون في الإفراج عن الجنود المختطفين وجنب البلاد المهانة، ولا ننسى طبعا توجيه الشكر للإرهابيين الذين قدروا الظروف. إطلاق سراح الجنود المختطفين يؤكد أن ثقتنا في الرئيس والمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية كانت في محلها. النور رجع النهاردة وشفت أبويا، ده طلع شخصية لطيفة جدا. آخر تويتة بتاعت إبراهيم الجرحي بيتكلم فيها على أن النور رجع أخيرا وتمكن أن هو يشوف فرد من أفراد عائلته وهو أبوه. إحنا عايشين في مصر ولكن ما نعرفش إيه اللي بيحصل في مصر، بنحاول ونجتهد ونجمع المعلومات لكن ما حدش بيطلع يقول لنا حاجة، ما حدش بيقول لنا الكهرباء بتقطع ليه، ما حدش بيقول لنا ليه توابير السولار رجعت من أول وجديد، كمان ما حدش قال لنا إزاي تم إطلاق سراح الجنود اللي كانوا مختطفين في سيناء بعد 7 أيام أو 8 أيام تقريبا من الترقب ومن التغطية الإعلامية ومن الشحن الشعبي تم إطلاق سراح الجنود. الصحف النهاردة كل صحيفة ليها رواية مختلفة عن كيف تمت عملية إطلاق سراح الجنود. السبب من وجهة نظري هو غياب المعلومات من رئاسة الجمهورية ومن المؤسسة العسكرية ومن رئاسة الوزراء. لما أنت ما تديش للناس معلومات الناس بتبتدي تعمل استنتاجات، دي قاعدة بسيطة جدا. النهاردة بيشرفنا في الاستوديو الأستاذ سامي عبد الراضي الكاتب الصحفي ورئيس قسم الحوادث في جريدة الوطن عشان يقول لنا إيه المعلومات اللي عنده. صباح الخير يا أستاذ سامي. صباح الخير أستاذ. عندك معلومات ولا برضو الموضوع غامض ومتشابك بالنسبة لك؟ أنا هقول لك مصادر زي ما بعض أو كل الصحف النهاردة لجأت لمصادر غير مسمى، غير مسمى، كلها مصدر عسكري رفض عدم ذكر اسمه، مصدر أمني رفض عدم ذكر اسمه أو طلب عدم ذكر اسمه أو مش هنقول اسمه. الموضوع هنا لو الصحفيين اللي تابعوا الملف بقالهم أسبوع أو القائمين على هذه الصحف لقوا في معلومات وفيرة ومعلومات واضحة وصريحة من الألف للياء في مسألة عملية خطف الجنود اللي بقالها 7 أيام والنهاردة اليوم الثامن ورجعوا الحمد لله بالسلامة مبارح، ما كانش فيه وضوح ولا شفافية في التعامل مع الملف. ده حقيقي. الناس الصحفيين القائمين على التغطية في الملف ده حسوا ان مفيش فايدة، خلاص كل واحد ينطلق بقى اللي موجود اي جورنال كان له موفد في سيناء اشتغل ولو ناسه هنا في القاهرة اشتغل، وكل الصحف جمعت معلومات من مصادر مختلفة، بس في حاجات مشتركة في الروايات الصحفية. تمام. كلها ان مثلا الجنود اتسابوا في مكان ما وان الخاطفين اتفتح لهم ثغرة كده في الحصار علشان ينفذوا منها. تمام. هو رقم واحد اللي اتقال ان فيه خدعة عسكرية اتعملت، ان كان فيه مطاردات في ناحية رفح وناحية قرية المهدية دي جنوب رفح، وان الشباب المخطوفين كانوا موجودين في وسط سيناء. الرواية الأدق جت على لسان أو جزء منها جه على لسان بائع فاكهة كان في طريقه من وسط سيناء للعريش، كان رايح الفجر بعربيته نقل هو اسمه آدم، وجريدة الأخبار انفردت بالتحاور معاه. هو قال إن هو ماشي في طريقه للسوق في العريش، فوجئ بناس بتشاور له، وقف شوية لقى ناس حافية وناس منهكة وقال له احنا الجنود السبعة المخطوفين. هو عمل اتصال وسلمهم لأقرب نقطة عسكرية هناك، وبعدها بشوية اللي هو أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني انتقل للمكان وقعد مع الشباب وأخطر الفريق السيسي بإطلاق سراح الجنود. هو هنا المسألة ما بين تحرير الجنود وإطلاق سراح الجنود، لكن في الواقع هو إطلاق سراح الجنود لأن الخاطفين هم اللي أطلقوا سراحهم. عملية التحرير لم تتم. عملية التحرير اللي هي بدأت
بنزول الجيش والشرطة على مدار الخمس أيام اللي فاتوا. أنا معاك إن الجيش ورى العين الحمراء لسينا، للناس في سينا أو الإرهابيين في سينا أو الناس الجهاديين التكفيرين اللي موجودين على الشريط الحدودي في سينا، لكن هناك في 100 علامة استفهام في القصة. إزاي الموضوع ده حصل؟ إزاي المطاردات حصلت؟ هل في مفاوضات؟ هل في صفقة تمت ما بين الخاطفين وبين رأس الدولة أو ما بين القائمين على التفاوض من المخابرات أو الجيش أو أفراد الأمن؟ هل في وعد إن هيحصل بعد شهر أو اثنين أو ثلاثة إفراج عن معتقلين من أبناء سيناء اللي هم صادر ضدهم أحكام في عمليات متعلقة بالهجوم على إسمتان العريش وعمليات أخرى إرهابية متعلقة بخطف جنود وقتل جنود على مدار الشهور اللي فاتت؟ هنا لازم عملية التحرير أو عملية إطلاق سراح الجنود تمت، والحمد لله إن الفرحة رجعت لأسر الجنود دول. كانت يعني إحنا شفناهم في كل برامج التوك شو على مدار خمس أيام، وشفناهم في الصحف ناس مغلوب على أمرها، كانوا مقسومين لفريقين، فريق زي مثلا والد العريف إبراهيم صبحي ده من الباجور في المنوفية، قال لك أنا عايز ابني جثة ما عنديش مشكلة، لكن الجبل يدك وجثة ابني ترجع لي، أروح لأمه شهيد أكرم لي من اللي حصل ده. بعد الفيديو المهين اللي اتعرض أو عرضه الخاطفين يوم الحد بالليل، في ناس تانية قالت لا احنا ولادنا ملهوش ذنب، ولادنا بيخدموا الوطن، احنا عايزين ولادنا احياء. ده مثل ضغط غير عادي على قيادات الجيش وعلى قيادات الامن. استاذ سامي، في وسط كل ده واحنا بنتكلم، وامبارح الاعلام كله بيسال ايه اللي حصل والناس دي اتثابت ازاي، الخاطفين راحوا فين، وكل الاسئله اللي احنا شايفين ان هي في محلها، رئاسه الجمهوريه قالت حاجتين على لسان الرئيس وكررهم مستشار الرئيس هنا في سي بي سي مع خيري رمضان. تمام. قال ان احنا مش هنسامح الخاطفين، دول مجرمين ولازم يتطبق عليهم القانون. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه قال ان العمليه مستمر. تمام. هل ده معناه وكانه بيقول لنا كاعلاميين او كانه بيقول كشعب احنا مش هنقدر نقول اكتر من كده دلوقتي، استنوا وهتشوفوا قدام؟ رقم واحد، مفيش مبرر او مبرر واحد يمنع ان تصدر معلومات موثقة ومعلومات منطقية يكشف فيها ازاي اطلاق سراح الجنود او تحرير الجنود ده حصل. دي رقم واحد. مطاردة المجرمين في سيناء ما هواش وليد اللحظة او وليد او نتيجة اللي حصل يوم فجر الخميس اللي فات بخطف الجنود، لا ده احنا عندنا 16 جندي استشهدوا لسه في يوم 5 رمضان او 6 رمضان، انا كنت هناك ايامها، الشباب اللي استشهدوا كان لسه الفطار لسه في بقهم، لسه بيفطروا في رمضان، ويومها الرئيس مرسي نزل، ونزل مشير طنطاوي، ونزل سامي عنان، ونزل مدير المخابرات، وبعد اسبوع فوجئنا باقاله الثلاثي، والرئيس مرسي قال ان في عمليه وانا بقودها بنفسي. النهارده احنا داخلين في 10 شهور كامله على استشهاد 16 جندي ومفيش اي نتيجه، مفيش معلومه عن مين اللي نفذ العمليه، هل في تحفظات لدى رئيس الدوله على مساله مين اللي نفذ العمليه، ايه المانع ان هم يقولوا نفذها جهه من الجهات او مجموعه من المجموعات التكفيريه اللي موجوده؟ هل ده السبب ان الاعلام مش واثق ان التفاصيل ستعلن في هذه العمليه بتاعت اطلاق سراح الجنود السبعه؟ هل حادثه استشهاد الجنود بتوعنا في رفح اللي قتلوا واحنا لغايه دلوقتي مش عارفين مين اللي قتلهم خلفت نوع من عدم الثقه في ان الحادثه دي كمان هنعرف مين اللي عملها؟ بغض النظر عن ثقه او عدم ثقه، معروف لدى جميع جهات الامنيه في مصر سواء جيش او شرطه او ومعاهم المخابرات ان في من 3000 ل 4000 تكفيري في سيناء، ودول بعاد كل البعد عن قبائل سيناء وعن اسرهم تحديدا، لدرجه ان هم بيكفروا اسرهم. المفروض يبقى فيه تعامل مستمر معاهم. انا شايف ان مساله تحرير الجنود او اطلاق سراح الجنود السبعه لازم يكون بدايه حقيقيه ان احنا الدوله تعيد سيطرتها على سيناء والامن يرجع لسيناء الغايب عنها من سنين طويله. ده رقم واحد. رقم اثنين، المفروض يبقى فيه زي خطه امنيه وسياسيه
للتعامل مع ملف سيناء. طب اسمح لي يا استاذ سامي، علشان احنا هنا دايما الاعلاميين بصفه عامه، الصحفيين بصفه عامه دايما بيهاجموا بسبب ان هم بيستخدموا كلمه مصادر. تمام. ولكن ايه المتوقع منهم ان هم يعملوه لما يتم اخفاء المعلومات او يتم عدم التصريح بالمعلومات؟ هل نطلع نكتب في الجرايد مبروك الجنود رجعوا نقطه وما نكملش، ولا احنا باسئلتنا دي بنثير مشاكل للحكومه وبنؤثر على الامن القومي؟ لازم الثقافه تتغير، ثقافه المسؤول تتغير، ثقافه الجهات المسؤوله عن المعلومات تتغير. لازم يبقى في شفافيه كامله وفي وضوح كامل. ما ينفعش ان احنا امبارح كان في مؤتمر للمتحدث باسم رئاسه الجمهوريه، المتحدث باسم الجيش، المتحدث باسم وزاره الداخليه، و ما فيش معلومه واضحه وصريحه، مش ولا معلومه. مفيش يعني الثلاثه، مع احترامي للسفير ايمن فهمي والعقيد احمد محمد علي واللواء هنا عبد اللطيف، لكن احنا متابعتنا اللي استمرت نص ساعه للمؤتمر، وحتى اسئله الصحفيين هم هربوا منها وقال لك المؤتمر خلاص ده اخر خمس دقائق او اخر دقيقه، مفيش اجابات، مفيش اي جمل واضحه وصريحه اتقالت على علامات استفهام. علامات استفهام دي مش موجوده عندنا احنا كصحفيين واعلاميين، موجوده عند الشارع القارئ اللي هو بيجيب الجورنال الصبح بجنيه ونص او باتنين جنيه او بجنيه، عايز يعرف ايه اللي حصل، ايه اللي تم. القارئ ما ينفعش يتلخبط، يسمع من هنا ان في صفقه، يسمع من هنا ان في تفاوض، يسمع من هنا ان في تعليمات جت بعدم التعامل العسكري في المكان. مره ثانيه يقولوا لا ده حصل ضغوط على الجماعه الخاطفين وسلموا سابوا الولاد في مكان. مره ثالثه يقول لك لا ده كان فيه شيخ سلفي مع قياده من الجيش مع وسيط من الخاطفين، واستمرت المفاوضات سبع ساعات كامله، وبعدها انتهت المفاوضات الى لا شيء، ما فيش نتيجه. وبعدها بنص ساعه يقول لك لا ده القياد السلفي ده جاله تليفون احنا هنسيب الولاد. احنا مش فاهمين. فالمفروض عايز افكر حضرتك بحادثه التفجير اللي حصلت في بوسطن. بعد الثلاث ساعات من حادثة التفجير الرئيس الأمريكي طلع قال أنا ما عنديش معلومات كافية، بس إحنا هنجيب معلومات كافية وهنقبض على الناس دي وهنحاسبها، وأنا اتصلت بمحافظ الولاية واتصلت بكذا واتصلت بكذا. بعديها على مدار اليوم كان في مؤتمرات صحفية للمسؤولين الحكوميين سواء في الـ FBI أو في الولاية أو في غيرها، كل أربع أو خمس ساعات في مؤتمر صحفي، وبالتالي ما كانش في أي عذر لأي جهة صحفية أو إعلامية أو تلفزيون إنه يستنتج، المعلومات موجودة. أنا استأذنك أستاذ سامي علشان بوصل لنا خبر عاجل من محافظة البحيرة. مشاهدينا، في حادثة حصلت في محافظة البحيرة، أحد المواطنين شاف عربيته المسروقة وبالتالي جري على عدد من جنود الشرطة وطلب منهم ان هم يلحقوا السارق، وبالفعل استجاب الجنود وخدوا عربية النجدة وجري ورا السائق اللي سرق العربية. حصل اطلاق نار ما بين الجانبين، ما بين الشرطة والسارقين، اسفر اطلاق النار عن استشهاد احد المجندين واصابة مجند اخر بطلق ناري في الرأس. المجند الاخر لم يستشهد ونتمنى له السلامة، ولكنه في حالة خطيرة في إحدى المستشفيات. طبعا عزائنا إلى أسرة المجند الشهيد، ربنا يتقبله من الشهداء، وبنعزي حضراتكم طبعا، وإن شاء الله المجند الآخر يقوم بالسلامة. الواقعة استمرت في أن الجنود في محافظة البحيرة خرجوا على طريق مصر إسكندرية الزراعي وقطعوا الطريق، وبالتالي دلوقتي الحركة متوقفة على طريق مصر اسكندرية الزراعي. السبب في ان هم قطعوا الطريق ان هم بيطالبوا بان هم يكون معاهم تسليح افضل لرجال الشرطة في مواجهة المجرمين المسلحين. هنتابع مع حضراتكم اذا كان الطريق اسكندرية الزراعي هيفتح، هنتابع مع حضراتكم الحالة الصحية للمجند اللي اصيب بطلق ناري اول ما تجيلنا تطورات. اي تعليق من حضرتك فن؟ هو رقم واحد شيء ايجابي من الشرطه انها تتحرك بناء على يعني مواطن موجود في الشارع اللي هم الحقوا ده اللي سرق عربيتي، لكن هنا قصه المجند وتسليحه ده شيء مهم جدا، وتدريبه هو الاهم، لان اللي بيبقى موجود في عربيه الشرطه امين شرطه مع ضابط مع اربع خمس مجندين ما عندهمش لا حتى الضباط اختفوا من عربيات الدوريه، تصدق؟ يعني حتى اغلبيه سيارات الدوريه اللي هتشوفها في القاهره الكبرى ما فيهاش ضباط.
ما فيهاش ضباط، لكن فيهاش. فيها سواق وفيها شرطة. فيها سواق واثنين امناء شرطه، وبالعربيه بتمشي وفيها سولارو وتمام، فيها بنزين. اه طب الحمد لله. فبقول لحضرتك المفترض، المفترض ان مجندو الشرطه او الافراد الشرطه موجودين في كمائن او موجودين في مطاردات زي دي يكونوا على قدر من التدريب، لان هم بيواجهوا ناس خارج عن القانون، دي رقم واحد، ناس مسلحه تسليح عالي، فاسلحه الشرطه بالمقارنه باسلحه المتهمين او المجرمين دول ما تسويش حاجه. فالمفروض اعاده نظر من الجهات المسؤوله في وزاره الداخليه من ناحيه التسليح، ومن حق المجند ان هو يسلح، ان هو نازل ما يعرفش هيرجع هيموت، سايب اسرته سايب ولاده، ما عندوش فكرة ازاي يتعامل، ممكن طلقة تجيله في اي لحظة. فالمفروض يبقى فيه تدريب اكتر وفيه تسليح. وزمان ما كانش المجند بيتضرب عليه نار، او الضابط ما كانش بيتضرب عليه نار غير لو نازل في حملة كبيرة على وكر مخدرات او وكر ارهابي، لكن دلوقتي بقى بيتضرب عليهم نار في كل حتة عادي. هو السلاح موجود في كل مكان وفي كل ايد للأسف دلوقتي، بعد الكمية المهولة اللي بتيجي من ناحية الغرب من ناحية ليبيا، ده لازم المربع ده يبقى فيه سيطرة أمنية أكبر، لازم يبقى فيه تشديد أكتر. وده يخلينا نرجع لملف سيناء. أنا فوجئت أن الرئيس محمد مرسي بيطالب امبارح أهل سيناء بتسليم أسلحة السلاح، وده غير منطقي. هم هيسلحوا هيرجعوا بنادق ولا هيرجعوا متعدد ولا هيرجعوا من يعني كل الأسلحة الثقيلة اللي بتسمى ثقيلة موجودة هناك في سيناء، موجودة مع جماعات جهادية. فالطلب اللي قاله الرئيس مرسي طلب بجد يعني مش عايز أقول مضحك، المفترض ما يبقاش فيه. ليه حضرتك شايفه طلب مضحك؟ مش المفروض أن أي مواطن مع سلاح غير شرعي يسلمه، ولا إيه سبب أنه هو طلب مضحك؟ احنا بنتكلم في 3000 أو 4000 حد مطلوب أمنيا في سيناء. انا حضرتك بتتكلم على المجرمين مش على اهالي سيناء. مجرمين اهالي سيناء. ناس بتحب البلد، ناس عايزه تعيش في امان، ناس عايزه خدمات، ناس مخلصه. يعني بنسبه اكتر من 95% قبائل سيناء وشيوخ القبائل ساهموا مع المخابرات ومع الجيش في الوصول للخاطفين. القرى اللي في سيناء رفضت استقبال الخاطفين بعد المطاردات وملاحقات وتضييق من الجيش استمر على مدار اليومين اللي فاتوا. إذن احنا اهل سيناء بنفرق ما بين اهل سيناء وبين المجرمين او المطلوبين امنيا في سيناء. لازم يطبق القانون ولازم يفعل القانون. ما فيش حاجه اسمها سلم سلاحك، عمر الناس دي ما هتسلم. الناس دي مكفره، بتكفر اهلها واسرها والقبائل المنتميه ليها. شيوخ القبائل هناك مش قادرين على الشباب دول، ما لهمش كلمه على الشباب دول. المفترض يبقى في تحرك من الدوله. قصه تحرير الجنود لازم ننطلق منها لما هو اهم ما هو اكبر، هو اعاده الامن في سيناء. استاذ سامي، في قضيه تانية الصحافه سكتت عنها لمده ايام معدوده بسبب ظروف اختطاف الجنود المصريين في سيناء، وهي قضيه الصراع الكبير الدائر ما بين مجلس الشورى من ناحية والمؤسسات القضائية من ناحية تانية. وإحنا شفنا المؤتمر الدولي للقضاء والاستقلال القضائي اللي جي فيه أعضاء من الاتحاد الدولي للقضاء هنا في مصر، ولكن لم يأخذ حجم تغطية مناسب بسبب الأزمة في سيناء. التشريعية مجلس الشورى يوم الخميس عاملة جلسة استماع، الجلسة حول فساد التعيينات في مجلس الدولة وهو أحد المؤسسات القضائية. هل ده نوع من أنواع التصعيد، ولا ده دور مجلس الشورى الحقيقي في الرقابة على المؤسسات؟ رقم واحد، مسألة المؤتمر العقد يوم الاثنين، المؤتمر الدولي العالمي، لم يأخذ نصيبه من التغطية الإخبارية، إنه كان في فرصة أخبار يجي رقم 3 أو 4 بعد اللي حصل في سيناء، بعد الاشتباك اللي استمر 5 أيام. رقم اثنين، أنا شايف أنه من حق مجلس الشورى أنه هو يناقش الفساد في تعيينات مؤسسة قضائية زي مجلس الدولة، لكن في ظل الصراع الموجود ما بين المؤسسة التنفيذية وما بين المؤسسات القضاء في مصر على خلفية قانون السلطة القضائية، المفترض يبقى فيه يعني تحرك تاني أو إعطاء فرصة ل. تفتكر ده من الحصافة؟ ما أنا بقول لحضرتك كان المفترض في اعطاء فرصه او تاجيل المناقشه. كان مفترض يناقشوا مثلا الكهرباء، يناقشوا ازمه الامن في سيناء، يناقشوا ملفات ثانيه، لكن بلاش يعني يعملوا استفزاز للقضاء في التوقيت ده.
بلاش يحطوا القضاء في دماغهم وعلى أجندتهم، لأن في ملفات تانية أهم وأكبر وأخطر من ملف القضاء في مصر. حضرتك وانت جاي لنا النهاردة كان عندك كهرباء ولا ما كانش عندك كهرباء؟ والله أنا مبارح سبت البيت 3 مرات. لا حضرتك بتهرب من السؤال دلوقتي. شكلك كان عندك كهرباء النهاردة الصبح. أنا بشكر ربنا وبحمده إن أنا صحيت الصبح لقيت كهرباء عشان أعرف أجي وألبس وانزل في الاسانسير. حضرتك من المحظوظين. منطقه ايه يا فندم؟ علشان يعني ممكن نقول للناس برضو ان هم يعني لو حد حران يتوجه الى هذه المنطقه. منطقه ايه؟ اهلا بكل الناس في المريوطيه هرم، بس انا خايف يعني بمسك الخشب ان عندي نور، انا خايف بعد ان احنا بنق على حضرتك. لا ما فيش نق ولا حاجه، حضرتك فعلا من المحظوظين يعني. وانت لو عند حضرتك في البيت يعني احنا ممكن ناخد المشاهدين معانا يعني. طيب احنا نسال المشاهدين بقى حضراتكم، احنا النهارده بنتكلم على ازمه تكرار انقطاع التيار الكهربائي. أستاذ سامي لسه متأثر بالنقع عليه في موضوع الكهرباء. هل حضراتكم شايفين أن تكرار هذه الأزمة يعتبر إخفاق من الحكومة في إيجاد بدائل للطاقة، أم أن الحكومة تنفذ خطة تعميم مصادر الطاقة على الجمهورية بشكل خاطئ، أم المستهلك هو المشكلة؟ المستهلك هو المفروض يرشد استخدامه للطاقة بشكل أفضل من هذا الشكل. في تعليقات كتيرة في رسائل جايلنا على الاس ام اس، بفكر حضراتكم تقدروا تجاوبوا على السؤال على 9-2-2-3-7، بس سيبولنا اسمكم في الرسالة. سمحت يا أستاذ سامي ناخد شوية تعليقات على موضوع الكهرباء، لأن الموضوع واضح ان هو مهم جدا. ناس موجوع يعني، احنا دلوقتي في موسم امتحانات، مش عايز اعطلك. لا فضل رسائل المشاهدين. احنا في موسم امتحانات، الجو درجة الحرارة بتعدي اكتر من 35، قاعد على مروحة، قاعد في تكييف، عايز يذاكر. المستشفيات يعني في دي تاني حالة وفاة، يعني مش اول شهيدة الكهرباء في قصة الازمة الاخيرة. كان في ضحية قبل كده في اسيوط، دي تاني حالة اللي هي الست الله يرحمها توفيت في غرفة العناية المركزة. غرفة العناية المركزة. فالمفترض يبقى في بدايل وفي تحرك، المفروض في نظره مستقبليه لقصه المحطات الكهربائيه. عايزه مازوت، عايزه سولار، لكن عندنا المسؤولين واضح ان هم مش موجودين. طيب عندنا بعض المشاركات استاذ، عندنا مشاركه من مشاهد بيقول مفيش فلوس علشان نشتري الكهرباء، او ده احد الاخبار اللي انا قريتها. بيقول امال الفلوس اللي احنا استلفناها من الدول الثانيه راحت فين؟ حسبي الله ونعم الوكيل. في رساله جايه باللغه الانجليزيه للاستاذ محمد بيقول ان يجب ان احنا نشجع الناس ان هم يرشدوا في استهلاكهم للكهرباء. انا مع حضرتك طبعا، لازم الناس ترشد استهلاكها للكهرباء. اللي قاعد في اوضه ويطفي نور الاوضه الثانيه، ما يشغلش تكييف غير في الاوضه اللي هو قاعدها، او في مروحه يكون في مروحه في الاوضه اللي هو قاعدها، بس مش سايب البيت كله شغال وهو قاعد في مكان واحد. بس ده طبعا في حاله ان هو عنده كهرباء زي استاذ سامي. المشاهدين بيقولوا ان انقطاع الكهرباء بعد الكهرباء بتقطع الناس، بتعند وترجع تقول طب احنا نستهلك الكهرباء بشكل زياده في الوقت اللي هم جايينه. احد سكان الاسكندريه بيقول، استاذ محمد صالح بيقول ان الكهرباء بتقطع مرتين او ثلاثه في اسكندريه على الاقل. طيب يعني على العموم مساله الترشيد، ما اعتقدش ان الناس بيبقى في اسراف في استخدام الكهرباء. مستحيل ان حد هيولع نور في 4 اوض او 5 اوض او 3 اوض وهيشغل تكييفين في مكان هو مش موجود فيه. لا صعب جدا. ناس بتبص يعني بتحمد ربنا ان النور جه. طبعا لازم كلنا نحمد ربنا. وعايز اشكر حضرتك على انك شرفتنا، واتمنى استمرار التيار الكهربائي لحضرتك في المنازل، في منزلك وفي المنازل المحيطه بحضرتك. انا اتمنى ان هو ما يروحش بعيد عن مدينه الانتاج الاعلامي، وربنا يكرم هنا والنور ما يقطعش. طيب على لو قطع يبقى حضرتك عرفت السبب. بشكرك يا فندم الجميل. شكرا ليك. بشكرك. استاذ سامي عبد الراضي، رئيس قسم الحوادث في جريده الوطن والكاتب الصحفي. مشاهدينا نخرج لفاصل قصير، بعدين نرجع نستكمل مع حضراتكم فقرات زي الشمس. هي عالم مدهش
بيهتم بيه عدد قليل من الناس اللي بيحبوا يجمعوه زي عم رضا صاحب المعرض اللي ممكن تشوف فيه أقدم تليفون وراديو وجرامافون عمرهم أكتر من 85 سنة. عم رضا تعرفنا بداية الحكاية بدأت معك إزاي؟ إزاي بدأت تجمع الحاجات دي وإيه قصة حبك ليها؟ لأن أنا أحب الحاجات القديمة لأنها ده من الزمن الجميل، فأنا أجمع واحد واحد، وأي حد يكون عنده راديو أو عنده مسجل أو عنده أي حاجة قديمة أنا أشتريها منه. بدأت القصة معاك من إمتى؟ بدأت القصة معايا من سنة 70 لحد وقتنا، جمعت المجموعة دي كلها وكانت أكتر من كده لأن جماعة العرب هم بيجوا يشتروا الكلام دون. وبالرغم من إنه في ناس كتير ممكن تعتبر الحاجات دي عبارة عن شوية كراكيب، إلا إن في ناس تانية بتعتبرها هوايتها المفضلة. غية يعني ده بحب الحاجات الحلوة، فأنا بحب الحاجات دي مش أكتر من كده، سواء أنا كنت كسبت أو ما كسبتش ما يهمش، بس المهم كله أقتني الحاجات دي. عم رضا احكي لنا قصة الجرامافون ده. الجرامافون ده اللي هم جابوهولي قالوا ده بتاع النحاس باشا، وأنا أحب النحاس لأن أنا وافدي واخد بال سيادتك، فلما عرفت إن هو بيتباع فضلت أزايد على الناس اللي هم عاوزين يشتروه لحد أنا ما إيه ما خدته. هتقولي بكام تمن؟ كام؟ خلي التمن إيه سر، بس أنا فضلت مصمم إن أنا أخد ده وما ببيعوش. أنا حطه حد ذاتك شايفاه، حطه ذكرى لأني ما أحبش أبيعه، أحب كده دايما أفتكر الراجل لأنها دي حاجات قديمة وما تقدرش بتمن، بس هي عملية اجتهاد، هات 500 هات 300 هات 400 حسب الايه الجو. واللي بيقتني الحاجات دي كلها كل الجماعة بتوع الدول العربية مزاجهم في الايه الحاجات القديمة ديت لأنهم بيسعدوا بيها. عمرك ما هتعرف قيمة التكنولوجيا إلا لما تزور محل عم رضا اللي بيجمع كل الانتيكات اللي عاشت أجمل العصور التلاتينات والأربعينات والحد دلوقتي. سهى رضا زي الشمس. في احتفاله بعيد العمال قرر الرئيس دكتور محمد مرسي زيادة العلاوة والحافز للعمال بنسبة 50%، كما تقررت العلاوة الاجتماعية السنوية السنة دي بدل ما هي بتكون 10% الرئيس قرر ان هي هتكون 15%، وده طبعا شيء ايجابي للغاية بالنسبة للمواطنين بالذات في ظل الغلاء اللي احنا بنعيشه. ولكن هناك بعض التخوفات عند الناس ان الزيادة في الحافز للعمال والعلاوة الاجتماعية يروحوا علشان زيادة الأسعار ويروحوا علشان تعديل قانون ضريبة الدخل الجديدة اللي بيناقشها دلوقتي مجلس الشورى. هل بالفعل يتمكن العمال ويتمكن العاملين بالدولة من الإحساس بهذه الزيادات اللي أقرها الرئيس دكتور محمد مرسي ولا لا؟ بيشرفنا النهاردة في الاستوديو الأستاذ نبيل عبد الغني رئيس عضو المجلس الاستشاري في اتحاد عمال مصر الديمقراطي والأمين في هيئة أصحاب المعاشات. صباح الخير يا فندم، نورتنا. أهلا فندم. الزيادة اللي الرئيس أقرها 50% في العلاوة للعمال و 15% العلاوة الاجتماعية، هل هي كافية لعلاج والتصدي لغلاء الأسعار؟ 50% دي ما حصلتش. سيد الرئيس بينكت، عارف ان الشعب المصري مغموم ومش عارف يعيش. ليه هو قال 50%؟ قال 50%، لكن حقيقة الامر ان 50% دي من 10 جنيه اسمها منحة مايو معمولة من ايام مبارك، لما تزودها 50% بتزودها 5 جنيه في الشهر. في رئيس جمهورية يقف ويقول بشرى للعمال انه هيزود 50% وتبقى 50% دي 5 جنيه؟ هذه نكتة. 5 جنيه يعني اللي الرئيس اتكلم عليه في عيد العمال ده؟ 5 جنيه 5 جنيه لا تزيد عنها قرشا واحدا. دي نكته الرئيس بيسلينا يعني الراجل. هل اسمح لي، لان دي تعتبر بالنسبه لناس كتيره ممكن تكون نقطه صادمه، احنا طبعا لما سمعنا 50% اعتقدنا ان المرتب كله هيزيد 50%. كنا نتوقع زياده المرتبات 50% لان الارتفاع في الاسعار في خلال العام الماضي وصل اكثر من 50%. لكن الحقيقة ان الحكومة جزء منها بيقول 15 وجزء بيقول 20، ومحناش عارفين لغاية دلوقتي العلاوة الاجتماعية هتبقى كام. انا بس عايز اأكد على نقطة، ان العلاوة الاجتماعية دي ليست زيادة في المرتبات. هذه العلاوة الاجتماعية تعويض
عن الزيادات في الأسعار في العام السابق لها مباشرة. فالحكومة نتيجة أخطاء في سياستها بترفع الأسعار فبتعوض العاملين بنسبة عن زيادة الأسعار. زيادة الأسعار في السنة اللي فاتت لا تقل عن 40% حسب تقدير كثير من الخبراء. لما تيجي تزودني ب 15% أنت بتنقص إمكانية استهلاكي للسلع، بتنقص مستوى معيشتي. ال 15% أو ال 20% اللي ممكن تجيبها الحكومة بتيجي على جزء من المرتب وهو المرتب الأساسي، بينما الدخل بيبقى شامل شامل نسب كثيرة ما باخدش عليها الزيادة. طيب خلينا نقف مع واحدة واحدة إذا سمحت لي. 50% الزيادة للعمال تم ترجمتها إلى 5 جنيه بس، ده لكل الناس يعني، ده ثابت لكل سابق. العاملين وأصحاب المعاشات، وبالتالي هم مش هيحسوا بيها طبعا. 5 جنيه دي اطلاق في الشهر اطلاق يعني 60 جنيه اطلاق في السنة تقريبا اطلاق. طب العلاوة الاجتماعية اللي هو المرة دي زادت بشكل استثنائي، زادت هي كانت 10% المفروض في كل صيف، لا بقت 15%. لا عمرها ما كانت 10%. مبارك المخلوع اللي ما كناش راضيين على سياساته، اللي الشعب المصري صار علشان يغير سياساته، كان بيدي 30%. الحكومة بتتكلم عن 30% هتضاف للمرتب الأساسي للعاملين هذا العام. 30% دي ده مبارك. لما تيجي الثورة وتستغل العمال وما تديهمش حقوقهم، هذا موقف غريب. والحقيقة أنه لا يمكن الحديث عن العلاوة من غير ما نتكلم عن منظومة الأجور في مصر. هل 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 تعديل منظومة الأجور هو ده الحل؟ يعني هل إن احنا نعمل حد أدنى وحد أقصى هو ده الحل؟ مفيش حل غير إن احنا نجمع الأجور في أجر أساسي محترم. هل تتصور حضرتك إن الموازنة المقدمة السنة اللي فاتت لمجلس الشعب كان نسبة الأجور الأساسية إلى إجمالي الأجر اللي بياخده العامل 14%؟ في حد ياخد أجر أساسي 14% وبعدين بنود الأجر 30-40 بند؟ انت بتلخبطني ليه؟ انت بتعمل مشاكل ليه؟ العمال بيصوروا مره عشان يزودوا الوجبه، ويزودوا مره ويصوروا مره عشان يزودوا بدل طبيعه العمل، ويتخانقوا على الاداره حوالين بنود المرتب. خلي المرتب حاجه واحده أساسي. مبلغ اساسي ثابت. خارج هذا المبلغ يبقى فيه حاجتين، يبقى فيه بدل الوجبه اللي القانون بيقرره، يبقى فيه نظام للحوافز، نظام يضمن زياده الانتاج. قول له انت بتشغل على نول نسيج، لما تعمل النول ده بيعمل 100 متر حده الاقصى 100 متر، لما تعمل حاليا هو بيعمل 60، قول له لما تعمل 80 هديك 200 جنيه، لما تعمل 90 هديك 300 جنيه. دي النظم اللي في الاجور اللي تزود الانتاج. قول له لما ما تطلعش عيوب هزود نسبه هديك مبلغ. لازم نظام الاجور يبقى نظام يدفع بالانتاج ويدفع بالجوده ويحسن ظروف العمل. ايه العقبات اللي موجوده قدام الحكومه ان هي تغير نظام الاجور الحالي وتحوله الى زي ما حضرتك قلت راتب اساسي حافز اجاده يشجع على الانتاج والوجبه بس؟ احنا في التجمع في سنه 2007 ومع عديد من القوى العماليه قدمنا مشروع الحد الادنى للاجور. كان بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على منظومه عالميه العالم كله بيطبقها، انك تحسب احتياجات أسرة مكونة من أب وزوجته وطفلين. هذه الأسرة بتحتاج إيه عشان تعيش؟ وجينا حسبنا السلع الغذائية. السلع الغذائية بتمثل 20% في أمريكا من الدخل، في أوروبا بتمثل 30%، في بعض الملال بتمثل 40%. إحنا اخترنا إن تبقى النساء السلع الغذائية دي بتمثل 50% من الدخل. جبنا جداول غذاء من معاهد الغذاء في مصر حوالين السلع الأساسية اللي في خط الفقر، لأنه أنا محتاج 100 سعر حراري ممكن أخدهم من نص كيلو جمبري ب200 جنيه، وممكن أخدهم من حزمة بقدونس بإستر. الجداول السلع دي كانت حوالين خط الفقر المحدد. حسبنا احنا محتاجين، الاسره دي محتاجه 200 رغيف في الشهر، محتاجه 5 كيلو سكر، محتاجه 3 كيلو عدس، محتاجه 5 كيلو سبانخ، محتاجه سكر كذا سكر كذا. وصلت الحصيله دي سنه 2007 600 جنيه.
600 جنيه تمثل 50% من المرتب، وطلبنا انه الحد الادنى للاجور يبقى 1200 جنيه. هذه السله من السلع المحدده الان تساوي 1850 جنيه. اذا انتم بتطلبوا كمان ارتفاع الاسعار الحد الادنى للاجور، وبالتالي احنا بنطلب ان الحد الادنى للاجور لا يقل عن 1850 جنيه، مش بس عشان العامل يعرف يعيش، وعشان المصانع تعرف تنتج. انا مش هاجي اشتغل عند حضرتك في المصنع واديك كل طاقتي وانا مش هروح ما اتعشاش وعيالي بيعيطوا قدامي. النظام في مصر بيحمل الاسر، اسر العاملين، اعباء ما بيتحملهاش حد في الدنيا. طيب. اعباء الصحه واعباء التعليم اللي الناس بتصرف عليه طبعا، لان ما فيش شبكه مظله تامين للعاملين، مظله تامين لائقه في المظله، ولكن هي متداعيه زي ما حضرتك شايف. مجلس الشورى في الفتره اللي فاتت اتكلم على العداله الاجتماعيه، وقال ان هم وهم بيحضروا قانون ضريبه الدخل الجديد هم زودوا شريحة على الأغنياء من 20% ل 25% للناس اللي بتقبض فوق 5 مليون جنيه، ولكن قالوا كمان إن هم ابتدوا يطبقوا مبدأ العدالة الاجتماعية على الأقل دخلا، وبالتالي الناس اللي بتقبض 12000 جنيه في السنة يعني 1000 جنيه في الشهر مش هيدفعوا ضريبة. هل ده بالنسبة للعمال في مصر والأصحاب المعاشات شيء مقبول؟ احنا عارفين أصحاب المعاشات ما بيدفعوش ضرائب، ولكن العمال، انا اسمح لي اقول لحضرتك ان اجمالي حصيله الضرائب في مصر حسب موازنه السنه اللي فاتت 60% منهم بتدفعوا قناه السويس. قناه السويس بتدفع 12%، شركات استخراج البترول بيدفع 40%، القطاع العام بيدفع 8% من الميزانيه، في 5% بيدفعها البنك المركزي. دول 60% من الضرائب الحكومة هي اللي بتسددهم، الـ40% الثانية هي الخاصة بأصحاب الأعمال والمهنيين، وكل دول بيدفعوا 40%، بينما الحكومة بتدفع لنفسها ضرائب 60%. دي نقطة مش موجودة في الدنيا. إيه اللي المفروض يتغير علشان نصحح الوضع؟ اللي المفروض يتغير إنه اللي بيشتغل إنه يبقى فيه تدرج في الضرائب. أمريكا اللي بيتكلموا عنها إن الحرية الاقتصادية مش سايبة. المواطن الأمريكي اللي بيكسب عند حدود معينة بيدفع 60% ضرائب. احنا عايزين نظام ضرائب تصاعدي يسمح بانه اللي بيكسب يدفع. احنا مش ضد ان حد يكسب، ومش ضد ان حد يعني يحصل نتيجة يغتني، انما لازم يدفع للمجتمع حقه. القوانين الضرائب في كل البلاد المتحضرة قوانين يعني لا تسمح بالجدل والحبس فيها وقرارات حادة جدا، لكن احنا عندنا النظام الضريبي اللي الحكومة تدفع فيه 60% وبعدين تتكلم عن 40% يدفعهم الناس كلها. هل انتم في الاتحاد قدمتوا نظام ضريبي موازي يصلح للتطبيق في مصر؟ يعني هل بصيتوا على العمال في مصر وشفتوا حد الاجر بتاعهم قد ايه، وفكرتوا مين من العمال يجب ان يعفى من الضرائب؟ مقبول. العاملين في مصر بيدفعوا ضرائب 17% من مرتباتهم. من مرتباتهم نسبة مساهمتهم في حصيلة الضرائب العامة 17%. دي جاية من ايه؟ جاية من ان دي الضرائب السهلة اللي وزارة المالية تحصلها دون جهد. احنا بنطلب ان حد الاعفاء يكون 20% من المرتب، 20000 جنيه سنويا، لانه ده الحد الادنى بتاع ال 1800 اللي يجب ان يعفو. هو دلوقتي الحد 12000 جنيه. 12000 جنيه احنا بنطالب بزيادته ل 20%، واحنا بنطالب انه الضرايب تعمل نسبه تعفي جزء من الاجر بيوجه للدروس الخصوصيه وبيوجه للتعليم، لانه احنا لا نلقى عنايه من الدوله لا في التعليم ولا في الصحه، وبنضطر نصرف عليهم بنسبه كبيره. انا عارف ان كمان حضرتك بصفتك امين صندوق النقابه العامه لاصحاب المعاشات، ان اصحاب المعاشات وسط كل هذه العلاوات ووسط الضرائب هم محرومين من العلاوه ومحرومين من الضريبه، ولكن بيجي لهم زياده بسيطه في المعاش من عام لاخر. بس المشكلة الأكبر إن الدولة ما رجعتش المعاشات
ما رجعتش التأمينات والمعاشات اللي هي خدتها، مظبوط؟ تمام تمام. نظام التأمين المعاش، التأمين والمعاشات الموجود المطبق بالقانون 97 احنا راضيين عنه مع عدد من التعديلات، والنقابة العامة لأصحاب المعاشات تقدمت خلال الشهر اللي فات بعدد من التعديلات للقانون 97 لأنه أفضل كثيرا من القانون 135 اللي هو بيعتمد على أساس تجاري. احنا مشاكلنا في التأمين في المعاشات نمرة واحد، انه احنا بناخد معاشاتنا من فلوسنا اللي احنا اكتنزناها مش من فوائدها، ومن فوائدها دي فلوسي، هذه فلوس خاصة ما كان ينبغي للحكومة انها تستولى عليها، لكن استولى عليها مبارك. على الاقل بننتظر من حكومة بعد الثورة انها تبقى عادلة وتدينا فوائد على 140 مليون جنيه، مليار جنيه تستولي عليهم وزارة المالية ولا تدفع عنهم ضرائب. فوائد عنهم ضرائب ولا فوائد؟ ما تدفعش عنهم فوائد. ال 14 ال 140 مليار دول يجيبوا لنا 14 مليار جنيه سنويا فوائد. طب والوزارة بتدفع هذا المبلغ كامل؟ كافي لتحسين اوضاع المعاشات. هي بتدفع كام الوزارة؟ الوزارة بتدفع 8% تعدله ل 9% عن جزء من اصحاب من اموال اصحاب المعاشات. احنا لنا 465 مليار جنيه مستولية عليهم وزارة المالية بتدينا عنهم 9%. بتدينا 9% في الوقت اللي بتدي 18% على سندات الحكومة اللي بتستدينها من الشعب. طب ما احنا من الشعب، ما تديني 12%، ما تديني 15%. انا ما باخدش حاجه من وزاره الماليه مساعده لاصحاب المعاشات، بل على العكس احنا بنحمل باعباء قوانين للمعاشات تخص وزاره الشؤون الاجتماعيه ما تخصش التامينات والمعاشات. البعض فندم ممكن يكون بيتابع الدعاوى او المطالبات اللي حضرتك بتقولها وهو متفق تماما معاها، ولكن يقول الحكومه بتشتكي ليل نهار من الازمه الماليه اللي هي بتتعرض لها ودايرة على الدول اللي جنبينا تستلف، فازاي تقدر تديكوا حقكوا وازاي تقدر تزود الحد الأدنى للأجور في الوقت اللي هي عندها أزمة اقتصادية خانقة؟ هيكملوا يقولوا هل حضراتكم تقدروا تستنوا شوية ولا لا؟ طول عمر الحكومة مهمتها إنها تختار تعمل سياسات، هل تشجع الاستثمار وتجيب المستثمرين تقول لهم هعفيكم من الضرائب، حديكوا الأرض ببلاش، والأسخف من هذا حديكوا العمال يشتغلوا عندكوا بلا حماية ويتعرضوا للفصل وياخدوا أجور قليلة، هل ده يبقى سياسة تشجع الاستثمار؟ لا، لأن في الآخر هيطلع إضرابات في الآخر خالص ومزهرة. المجتمع مش هيستقر. إحنا يعني أحد النماذج اللي موجودة دلوقتي إنه قانون العمل الحالي بيتيح إنشاء شركات لإلحاق العمالة بالشركات الأجنبية. سيبك من لفظ إلحاق العمالة والكلام المزوق ده، واقع الأمر إنه المصانع بتاعة القطاع الخاص خصوصا الشركات الأجنبية وشركات البترول بتشتغل بعمالة عن طريق مقاول. هذا المقاول بتدفع له 3000 جنيه أجر العامل، بيديله منهم 1500. هذه الشركات أنشأت في عهد المخلوع علشان الحبايب يستفيدوا. أول من أنشأ هذه الشركات أحمد راسخ نسيب مبارك. في شركات البترول علشان ما نقدرش مش هنلحق نجيبهم يردوا على حضرتك. اتفضل. أتباع النظام السابق هم اللي أتيح ليهم أنهم ينشئوا شركات العمالة. شركات العمالة الشركات الأصلية بتدفع لها 3000 جنيه العامل، هي بتدي العامل 1500 وبتكسب 1500، وبالتالي هذا العامل بيعيش قلق لانه ما هوش مرتبط مع شركته، ما بينتجش بشكل كويس لانه ما هوش تابع ليها. في نفس الوقت في واحد تاني بيستفيد، طب ليه ما تدي العامل 2500 وتوفر 500 جنيه وتبقى العلاقه مباشره. هذه علاقه زي نظام الكفيل في السعوديه، يعني اذا كنا احنا بنرفض المصريين يروحوا السعوديه تحت كفاله شخص، ما ينفعش ان احنا نبقى في بلدنا في واحد كفيل بيني وبين الشركه اللي انا بشتغل، والمجتمع ككل مش هيستقر غير لما كل يعني اصحاب العمال واصحاب المعاشات
ياخدوا حقوقهم. تمام. اعتقد ان تمام. احنا يعني هنناقش القوانين اللي هتيجي من مجلس الشورى باستفاضه اكتر في الايام الجايه ان شاء الله. حتى الان بشكر حضرتك جدا على تشريفك. انا بس كنت عايز اتفضل دقيقتين. اتفضل. احنا في شهر 7 اللي جاي المفروض ان هتصرف علاوه دوريه للعاملين. العلاوه الدوريه دي احنا بنطالب انها تبقى 7% زي القانون 12 ما قال، لان موظفين الحكومه لغايه دلوقتي بياخدوا علاوه 2 جنيه و4 جنيه و6 جنيه. النقطه الثانيه ان احنا بنطالب الحكومه بالاسراع في تطبيق واخراج قانون الحريات النقابيه اللي يتيح للعمال انهم يشكلوا نقابتهم بارادتهم الحره وانهم يتفاوضوا مع اصحاب الاعمال. احنا دعاه حوار بين الاطراف العمل الثلاثه، العمال واصحاب الاعمال والحكومه. العمال المصريين بيضطروا يعملوا اضرابات علشان يوصلوا لحقهم. بناشد الحكومه انها ما تشجعش رجال الاعمال على انهم ياخدوا حقوق العمال. يعني على سبيل المثال في اسكندريه لازم يكون في علاقه متكافئه ما بين صاحب تمام. العمل وما بين العمال تمام. اللي بيشتغلوا في اسكندريه. شركه صناعات غذائيه العمال عملوا اضراب لانهم بيطالبوا بالارباح، فكانت النتيجه انه صاحب المصنع اغلق المصنع. النقابه بذلت جهد العمال يرجعوا الشغل، لكن سياده الرئيس قابل رئيس الشركه، فكانت النتيجه انه بعد ما رجع فصل 30 واحد من زمايلنا في شركه احد الشركات الموجوده في احد الشركات شركات الصناعات الغذائيه في اسكندريه، ومن يومين فصلوا 20 عامل تاني. اجراءات فصل النقابيين يجب ان تتوقف. اصحاب المعاشات لا يكفي انهم ياخدوا النسبه اللي هتاخدها اللي هياخدوها العاملين في العلاوه الاجتماعيه الجديده، لان هم عندهم اعباء اخرى. العاملين هتتنقل 30% من الاجور الاساسيه فهتزيد حوافزهم، اصحاب المعاشات مش هتزيد، وبالتالي احنا في نقابه المعاشات بنطلب الا تقل العلاوه اللي جايه عن 25% لاصحاب المعاشات، ودي من فلوسهم والحكومه مش هتدفع لنا حاجه. واحنا في انتظار رد فعل الحكومه وتعليقها على هذه المطالبات. بشكر حضرتك جدا استاذ نبيل عبد الغني، امين صندوق النقابه العامه لاصحاب المعاشات وعضو المجلس الاستشاري لاتحاد عمال مصر الديمقراطي. شكرا نورتنا يا فندم. مشاهدينا، احنا النهارده كنا بنسال حضراتكم على موضوع الكهرباء، ايه رايكم في الانقطاع المتكرر للطاقه الكهربائيه؟ حتى الان 91% من حضراتكم 91% من حضراتكم شايفين ان ده بيعكس اخفاق الحكومه في ايجاد بدائل للطاقه، 8% شايفين ان الحكومه بتنفذ خطه تعميم الطاقه في الجمهوريه بشكل خاطئ، و1% شايفين ان الدور على المستهلك انه يرشد انشاقه استهلاكه. عدد كبير من المشاركات جات لنا، انا بقرا رؤوس الرسائل علشان اقدر اغطي اكبر حجم من الرسائل. في ناس بتقول طبعا قطعه كهرباء دليل كبير، استاذ رباب من اسماعيليه بتقول ان قطعه كهرباء دليل كبير على فشل الحكومه بالذات عن القطع عن الكهرباء، قطع الكهرباء عن المستشفيات. في ناس بتقول لي بنرجو ان حضرتك تقرا الرساله كامله، انا بعتذر لحضراتكم طبعا الرسائل عددها كبير وبالتالي بنقرا رؤوس الرسائل. المشاركات على صفحه فيسبوك بتقول الكهرباء بتقطع في وقت البرامج الحواريه الاعلاميه بالليل علشان يسيطروا على الشعب. مش عارف اذا كان الحكومه عندنا بتفكر بهذا الفكر التامري ولا لا، بس حضرتك ليك وجهه نظر. ناس بتقول ان الشمع غلي بالفعل زي ما قلنا لحضراتكم في بداية الحلقة، اللي كان بجنيه بقى بيتباع بأربعة جنيه والشمع بايظ، يا ريته بيشتغل. عدد كبير من المشاركات، بندعو حضراتكم ان انتوا تخشوا على صفحتنا، صفحة برنامج زي الشمس، تقولنا رأيكم في انقطاع التيار الكهربائي، احكوا لنا الحكاوي بتاعتكم، قولوا لنا الشمع عندكم بكام، اشتريتوا مولدات كهربائية ولا لا، وشاركونا كمان من خلال الرسائل القصيرة. هنخرج لفاصل قصير وبعدين نرجع نقف مع موضوعنا الفني الأسبوعي كل يوم خميس. النهاردة وقفتنا مع فيلم روائي مصري جديد، فيلم عشم، بعد الفاصل. احنا
المصريين عادي بناخد اي حاجه، انا هيفا نعملها اي حاجه. احنا بقينا شويه شويه ما بقيناش بنحس بحاجه، ما بقيناش بنستطع بحاجه. كل واحد ماشي حاطط راسه في الارض، مش مهم بيسمع ايه بيشوف ايه، كله ماشي بتاعه. طب ولو مثلا خدتك حته تانية تعملي المشروع ده فين بقى؟ باريس. وانتي خايفه؟ طبيعي لو ما نفعتش مره واثنين وثلاثه. عندك امل في اهم حاجه. هو الدكتور قال لك ايه بالظبط؟ انا عاوزه اجي معاك. لا عايزه تقعدي بيتحرك في الحمام. ما تتعلقيش بالمكان ده قوي، المكان ده بتاعي انا. ربنا يتوب عليا بقى من اللبس ده. مين اللي دخلك المكتب انت؟ سامع تردي عليا؟ باللون الحماده في ستك مش عاوزه. ما بتفهمش جورج ده ابن كلب من اولها كده فضايح. رجعك لامك دي موقف محرج كالعاده. هو انا عملت ايه فضل؟ يا عم المحل دي بتاعتي. ماشي يلا. موضوع السفر ده شاغلها قوي. ما عندناش فلوس كفايه، ما عندناش تامين. ما ترعبيش اهالي القاهره اكتر ما هم مرعوبين. قولي على الفيزا النهارده. خلي بالك من نفسك. اوكي. وانت ليه كل صورك وانت لوحدك؟ ما عنديش طلبات بقى، اخدت كل اللي عايزه يعني. مش هطمع. لا اطمع. الناس بتدور على اي سبب عشان تفرح. عارفه اديك ايه؟ السعاده. دي مشاهد من فيلم روائي جديد هينزل في دور العرض السينمائيه في مصر يوم 12/6. مستنيين ان احنا نعرف قصه الفيلم اللي بتتكلم عن المصريين في مصر، عن المصريين اللي بقوا بيبصوا في الارض وماشيين ومش واخدين بالهم من الناس اللي هم بيعيشوا معاهم. فيلم عشم هو فيلم جديد، نعرف أكتر قصته وتفاصيل عملية إنتاجه وإخراجه من أبطال الفيلم اللي موجودين معنا النهاردة. بيشرفنا في الاستوديو مروة ثروت وهي بطلة الفيلم. أهلا وسهلا لمروة. وماجي مروان مؤلفة ماجي مرجان. النهاردة عندي مشكلة في الأسامي تقريبا. ماجي مؤلفة ومخرجة الفيلم. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. ماجي الفيلم عشان عايز يقول إيه؟ فيلم عشم عايز يقول حاجات كتير قوي، بس هو بيحكي حكايات عن ناس مصريين عاديين عايشين حياتهم في المدينة الكبيرة اللي احنا فيها دي، وبيقابلوا بعض وبيتعرفوا على بعض، وكلهم عشمانين في حاجة، عندهم أمل في حاجة، في حياة أحسن، في ظروف مختلفة وحاجات زي كده. فيلم إنتاج مستقل. هو ابتدينا إنتاج مستقل، وبعدين بعد تقريبا في نهاية التصوير المنتج محمد حفزي دخل معنا في الفيلم، فبقى الفيلم إنتاج شركة فيلم كلينيك. مروة أنت دورك إيه في عشم؟ أنت مين من الشخصيات الكتيرة اللي في المجتمع؟ فريدة. هو أنا واحدة وضمن الناس كتيرة، فأنا إحنا حوالي 12 حد، 12 يعني 6 قصص فيها، احنا تقريبا 12 قصة بتاعتي احنا ثلاثة. هي قصة فيها حب، بس هي فيها حاجات تانية كمان، فيها المجتمع بالقيود، بالتوقعات، بال انت تقدر ان انت تخرج برا التوقعات دي ولا تصطدم بيها، والرحلة دي يعني. ففيها يعني ما اعرفش ما جي تقدر تقول كمان. ماجي مروة بطلة واحدة من 6 قصص، مظبوط؟ 6 قصص بيقولوا ايه في الاخر؟ ما انا مش عايزة اقول في 6 قصص. لا ما انت ما تحرقيناش الفيلم عشان نقدر نشوف. ايوه عايزاكم تشوفوا. بس هي قصة مروة زي بقية القصص كلها فيها حتة ان في مصر، احنا في اي بلد بس في مصر تحديدا في طبقات مختلفة في المجتمع، في ناس كل حد عايش في الحتة بتاعته. فالفيلم بيتكلم على انه ازاي لما الناس بتطلع بره الحدود بتاعتها، سواء حدود الطبقة او حدود المكان المعيشة او حدود الشغل او مثلا اي حدود يعني بتفرق بين الناس، لما بتطلع براها بيحصل حاجة حلوة بتخلي الدنيا ليها معنى. فشخصية فريدة في الفيلم ده هي من الناس اللي لو شفنا في التريلر بتتكلم مع الراجل في الاسانسير، بتتكلم مع اي حد في الشارع، فهي لان هي مش مقفولة على نفسها، بيحصل تفاعل بينها وبين الناس اللي حواليها وكده. طيب الفيلم انت صورتيه في فترة زمنية اتعرض في مهرجانات، راح مهرجان الدوحة زي ما انا عارف، ولكن اللي انا عايز اعرفه اكتر هو بيحكي شخصيات المصريين قبل الثورة
قبل 25 يناير ولا بيحكيها بعد الثورة كمان؟ هو الفيلم اتعرض في كذا مهرجان و في واحد في سويسرا مؤخرا يعني، وده كان عرض لطيف جدا لانه الناس تفاعلت مع الفيلم ومع الشخصيات علشان هي شخصيات بني ادمين يعني بشر. بس هو لا ما يعني فكره زمن قبل وبعد الثوره ده مش هو الحاجه المهمه في الفيلم. الناس هي هي قبل وبعد الثوره شويه، وبعدين احنا صورنا بعد الثوره بس يعني. وفي مثلا فريدة شخصية مروة بتتكلم على انه في مظاهرات، بنبقى حاسين انه هتروح المظاهرات ولا لا، لكن احنا ما بنعرفش بالظبط هو زمن الفيلم امتى، لان احنا كناش عايزين نعمل حاجة سياسية يعني. ما كنتوش عايزين تعملوا حاجة سياسية، بس انت كشخصية بتسمعي ان في مظاهرات ولا انت حد من الفاعلين من اللي بينزلوا المظاهرات في الفيلم؟ هي واحدة بتخش جوه الاحداث، لما بتلاقي حدث بتخش جواه وبتعيش فيه، فهو ده كان حدث موجود فهي دخلت فيه. بس وهو كان جزء يعني، هو جزء من الحياة اللي موجودة، فما يقدرش ان احنا يعني مش هو يعني مش عايشة طول عمرها انها هتعمل عشان تعمل الثورة، بس هي في ثورة فهي هتبقى موجودة. متهيألي هو ده الـ يعني هو التفاعل مع الحياة نفسه، مش حدث وبنروح عليه. احنا شفنا حتة صغيرة من الفيلم يعني، التريلر اللي احنا شفناه مقطع صغير بس، واضح ان الحوار في الفيلم طبيعي جدا يعني. ازاي وصلتوا للنتيجه دي؟ بص هو كانت اكسبيرينس، كانت يعني كانت فيها حاجه مش عارفه هتبقى موجوده تاني ولا لا، بس فكره الارتجال انك بتخش وبتعمل سين وبتخش انت معاك الشخصيه وما انتش قاعد بتفكر في حوار والحوار هيبقى ايه، لا هو الحوار بيطلع من جوه والحوار فعلا من جوه، لان هو الارتجال في حاجه. كان في ارتجال قدام الكاميرا؟ طبعا. مش زي ما احنا متعودين نص سكريبت، الممثل بيحفظ النص وبيفتكر اللاينز بتوعه قدام الكاميرا. لا ما كانش كده، هو كان في سكريبت مكتوب وفي هدف من كل سين يعني. مثلا في السين الفلانيه فريده لازم تقعد مع او تقابل الشخص الفلاني، وفي اخر السين هيتفقوا على كذا. بس هيتقال ايه بالظبط؟ لا ما كانش مكتوب حوار بالمعنى المتعرف عليه. احنا عملنا تدريبات كتير قبل التمثيل، بس برضو اللي صورناه كان برضو مختلف يعني. مروه طب بس ده مش متعب بالنسبه لك كممثله ان انت داخله مش عارفه هتقولي ايه بالظبط، مش عارفه اللي هتقوليه ده هل اللي في بال المخرجه ولا لا، هل هيأدي المعنى ولا مش هيأدي؟ هو فعلا الفتره اللي خدناها قبل كده، فاحنا عارفين تقريبا الشخصيه فين ورايحه، ويعني يعني احنا قعدنا معاها تطورها ازاي، هتتفاعل ازاي مع المشاكل، وهي احنا دلوقتي في اللحظه دي هي احساسها ايه وعايزه ايه، الاحساس نفسه موجود واحنا عارفين شايفين احنا رايحين فين. فالكلام بعد كده بيبقى اخر حاجه، المهم يعني مش الكلام فعلا بيبقى اخر حاجه، الكلام هو اخر حاجه، مش هو الحاجه الاهم في النقطه دي. لا لو الاحساس حقيقي موجود وانت فعلا فيه فكلام بيبقى فعلا اخر حاجه. ماجي ده بالنسبه لك مش مخاطره انك انت يعني الفيلم ده، وهو فيلم طويل وانتاجه انا يعني زي ما قريت الفيلم ابتداء من 2010 لغايه دلوقتي وانت بتفكري فيه وبتحاولي تعمليه، مش مخاطره ان احنا نسيبه لحد ما في ايدين بعض الارتجالات؟ احنا عارفين يعني احنا اخترنا التيم بتاع الفيلم كويس قوي، احنا عارفين بعض يعني، احنا يعني اشتغلنا مع بعض في الورش دي قبل التصوير كتير جدا. فانا عارفه مروه وعارفه سيف الاسواني اللي هو كان بيمثل معاها، وهاني اسكندر يعني، فكنا يعني كان في مجال كده حاسين بالامان يعني، في مساحه من الثقه بين الناس وبعض، وكان يعني كان بالعكس كان لذيذ يعني ان يبقى في ارتجال. هو صعب من ناحيه تانية، صعب بالنسبه للتصوير لانه مدير التصوير رؤوف عبد العزيز يعني كان لازم يحط الكاميرا في حته معينه ولازم نقطع المشهد طبعا بطريقه معينه، طبعا الارتجال بيخلي التكات اطول. وطبعا صعب في المونتاج، احنا اشتغلنا المونتاج مع كذا حد، احمد عبد الله السيد وهشام صقر
وكان في قبل ما هم يشتغلوا كان في واحد تاني اشتغل على البريليمينري اديتنج. يعني بتقولي لي ان الكهرباء كانت بتقطع برضه ايام المونتاج. كانت بتقطع ايام المونتاج. احنا تعذبنا في الاديتنج لانه يعني هم مثلا في مثلا مشهد فاكره بتاع العجمي كان اخذنا مثلا 6-7 تيكس ولا واحد زي التاني يعني اللي هو كان على السلم يعني فمع الكهرباء والمونتاج والارتجال يعني كان الموضوع خد وقت. طب انا عارف ان هو اي مخرج غير ان هو بيبقى عايز يوصل فكره معينه من خلال السكريبت بتاعه او الفكره اللي هو بيشارك في ان هو يطلعها للمشاهد، هو كمان بيبقى عايز يوصل حاجات فنيه، صوره مختلفه، صوت مختلف، طريقه تصوير ممكن تكون مش معتاده هنا في مصر. انت كانت ايه العوامل بتاعتك، ايه الحاجات اللي انت عايزه توصليها في التصوير تحديدا؟ انا كان نفسي نبين الاماكن والمدينه زي ما هي. احنا صورنا مثلا في مصر الجديده، في المعموره، في حاجات زي كده، ما حاولنا على قد ما نقدر ما نغيرش اي حاجه في الاماكن اللي انت بتصوري في الاماكن. وانا بحس ان القاهره بلد فيها الوان كتير، يعني مثلا واقف يبيع بالونات في الاشاره، يعني في الوان طول الوقت، في الوان. حاولنا الصوره تبقى فيها saturated colors على قد ما قدرنا. بالنسبة للحاجات التانية كان نفسي انه يعني يبقى، وانا حاسة ان دي حاجة من احلى الحاجات بالنسبة لي في خبرة عشم، انه كان فعلا خبرة يعني collective، خبرة جماعية، كل حد حط حاجة من عنده، فده حاسة شبه مصر. يعني كل النجوم الفيلم شباب، يعني ممكن يكون بعضهم صور يعني معروف في اعمال فنيه، بعضهم هل فيهم ناس اول مره تطلع على الشاشه؟ كان في، بس اغلب انا تعرفت على مروه ومروه ثروت وسيف الاسواني ومنى الشيمي وعلي قاسم من خلال مدرسه احمد كمال بتاع استوديو الممثل. انا ناسي حد من استوديو الممثل. مينا النجار كمان. كلكم كنتوا في يعني كان استاذ احمد كمال بيمرنكم في الاستوديو. طيب الفرق بقى ما بين اللي انتوا كنتوا بتعملوه، التدريبات اللي كنتوا بتعملوها، وان انتوا بتشتغلوا في فيلم روائي طويل مع مخرجة بتفكر فكر مختلف، عايزة بعض المجهود من الممثلين في ان هم يقولوا سكريبت، عايزة تنفذ صورة جديدة وشكل جديد، كان عامل ازاي؟ بس هو التجربة نفسها كانت فيها حرية وكانت فيها حقيقة كتير. عنده استوديو استاذ احمد كمال، احنا بنشتغل برضو ارتجال. فيمكن ده كانت اكتر حاجه كانت بالنسبه لي، كنت بفكر الارتجال لما يطلع على كاميرا هيبقى ازاي، عمره ما هيطلع اصلا، عمرنا هنشتغل كده، واللي بيحصل في الورشه ده عمره ما هيتعمل. بس مع ماجي كان لا، كان ده ممكن ده طلع، فده كان فكان في حاجه اللي هو مش عارفه ده ممكن بيحصل تاني ولا لا، بس هو انت بتتفاجئ مع اللحظه، بتتفاجئ مع الاحساس، فبيبقى في حقيقه مختلفه عن ان انت وانت عارف بالظبط الاحساس اللي جاي لك ايه. لا، في حاجه بتبقى في الارتجال تلقائيه، في تلقائيه ممكن تكون التلقائيه دي بتبان قوي في الكاميرا، مظبوط. وفي حاجه تانية، بس لانه في كان ممثلين مش من عند استوديو احمد كمال، من ضمنهم الاستاذ محمد خان المخرج اللي مثل معانا والدكتور محمود اللوزي كان استاذي في الجامعه فمثل معانا، والاستاذه نهى الخولي كمان. يعني كان في ناس متنوعه يعني من مجالات مختلفه. ايه اللي خلى استاذ محمد خان يمثل معاكم؟ انت اللي رحتوا له ولا هو عرف بالمشروع وحاول يساهم معاكم؟ انا قابلته بالصدفه، كنت رايحه للاستاذه سلوى محمد علي، كانوا بيصوروا فيلم بيبو وبشير، وكنت عايزه اسالها لو تمثل دور حمات، يعني حمات مروه في فيلم عشم. فرحت لها، كانوا في كارافان وقت التصوير الممثلين بيبقوا قاعدين فيه، فالاستاذ محمد خان كان موجود معاها في الكارافان. فقال لي لو عايزاني، انا بحب الافلام المستقله وكده، قلت له احنا مش هيبقى عندنا لا كارافانات ولا فلوس كتير ولا اي حاجه. قال لي مش هو ده اللي بيعمل افلام، يعني مش كلميني لو عايزه لو في دور وكده لحد في سن ده وكده. فكلمته طبعا، يعني ما كانت ما فيش كرفان وما فيش امكانيات وكده، الافلام اخراج الافلام المستقله صعب لهذه الدرجه؟ لا، صعب جدا. صعب جدا. يعني احنا انا لما ببص في اللوكيشنز بتاعه التصوير، احنا صورنا في بيوت اصحابنا يعني اغلبها. يعني كاماكن تصوير صورنا. كان نفسك يكون معاكي ميزانيه اكتر من كده؟ كان نفسي يبقى معايا ميزانيه اكتر من كده، علشان الناس اللي ساهمت في العمل تاخد اجر احسن من كده. بس طيب انت بتهز دماغك ليه يا مروه؟
ما خدتوش اجر ولا خدته ولا كنتوا عايزين اجر اكتر من كده؟ لا خدنا الاجر كله. خدتوا الاجر كله. طيب على العموم لسه الفيلم هيعرض في السينما زي ما قلنا هيعرض في يوم 12، ولكن عايز اخد منك ماجي تعليق كده على الشخصيات. الشخصيات دي بتدور على ايه؟ هل بتدور على ان هي عايزه تتواصل مع بعض، عايزين يلموا بعض في مواجهه الظروف اللي احنا عايشينها، ولا عايزين حاجه ثانيه؟ الناس اللي كانت في الفيلم الشخصيات، بس برضو ممكن مروة تتكلم على ده كمان، انه انا بحس انه كل حد فينا بيدور على حاجة عيش عشانها، يعني او حاجة يعني سبب عيش عشانه، سبب يصحى من النوم ليه كل يوم الصبح وكده. الناس اللي في الفيلم ده عندهم اسباب مختلفة بقى، يعني في اللي عايز، لكن كلهم عايزين بيدوروا على حاجة يعيشوا عشانها، مظبوط؟ او حاجة يعيشوا فيها، بلد يعيشوا فيها، عايزين يهجوا. مروة انت شخصيتك كانت عايزة تهج ولا كانت بتعمل ايه؟ عايزة تجرب. عايزة تجرب. طيب على تجربة مثيرة جدا، تجربة الفيلم، نتمنى لكم التوفيق. والفيلم طبعا هيكون موجود في دور العرض يوم 12/6 ان شاء الله. كل التوفيق، ونقابلكم بعد ما ناخد ردود الافعال كمان على الفيلم. شرفتونا النهارده ماجي مورجان، مخرجه فيلم عشم، ومروه ثروت احد بطلات الفيلم. مشاهدينا دي حلقتنا النهارده. سالناكم النهارده على الكهرباء وازاي حضراتكم شايفين الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي. اغلبيتكم 89% شايفين ان هي خطا الحكومه، 7% شايفين الحكومة لازم تعمل خطة جديدة لتوزيع الطاقة في الجمهورية، و4% من حضراتكم شايفين ان المشكلة هي المستهلك ولازم المستهلك يرشد الاستهلاك. هنختم على وقفتنا مع الكهرباء ونشوفكم بكرة في حلقة جديدة من زي الشمس.